يلا شو أزكى طبخة عندك؟ صحيني من النوم تسألني شو أزكى طبخة؟ إذن بس نفطر أول. أكيد المنسف، منسف أزكى طبخة طبعاً. يمكن اللي بسمعني يستغرب، بالنسبة لي هو البيتزا. هي مش طبخة وإنما سوشي. حتستغرب السوشي. ني أستاذ بحبوش، أنا بحبه خلاص. انت لدخلتي إنك لميت وإنهم لميتون. أزكى طبخة المنسف طبعاً، لا يعلو على المنسف. بس يكون كل شيء بلدي، لحم بلدي، جميد بلدي. يعني أنا ما أكل بيتزا وأدخل على الحصة بسفح بالحصة، فبكون جدا جدا سعيد في البيتزا. أنا جيت تدخل اليوم هيك هيك بيتزا مكتحة مثلثات تحولها رياضيات تتحول. أزكى طبخة هي المقلوبة، كل الطبخات زاكيات، بس أحلى طبخة وأزكى طبخة المقلوبة بباذنجان. ليش جو أكاديمي؟ جو أكاديمي رقم واحد، هي في القمة، هي في الصدارة، تكفي فخراً إنها منصة مليون طالب، تجمع لمعلمين ذوي أصحاب خبرة ما لديها من معلومات، ما لديها من كادر تعليمي، بتقدم للطالب محتوى علمي صح؟ أي حدا بتمنى يكون بجو أكاديمي، فأنا مبسوط إنه جو أكاديمي وهي المنصة الأولى. دائماً بطمح أكون في الصدارة فجو أكاديمي أكيد. ميسي ولا رونالدو؟ والله لا هاد ولا هاد، يعني بحبش الاثنين، الاثنين بعرفوش يلعبوا طابة. أنا مش مهتم بصراحة بالرياضة. طبعا رونالدو، ميسي ما بعرف يلعب، رونالدو بس. أكيد ميسي طبعا، حبيب قلبي ميسي، ميال قلبي لرونالدو. ميسي سيدي ميسي. يعني أنا بميل لرونالدو لقصة حياته ومثابرته. ميسي ذكي ولماح، وأنا هذول اللماحين بحبهم كثير. يعني اللاعب الشامل، وأنا بحب الشمولية، يعني هو الأقرب للكمال، فأنا جدا جدا معجب برونالدو، بشوف أنه لاعب الأفضل في العالم أو حتى في التاريخ. يعني ميسي الكرة ملزقة برجله مش بالعمدا. يا دنيا وركش غير يا ولي. شو عندك أمنية؟ كثير والله. شو عندي أمنيات؟ حسنا عندي أمنيات كثيرة. أفضل أمنية إن شاء الله حسن الخاتمة. بس من أهم الأمنيات، أهم إشي أنا عندي الأهل يفرحوا. على الصعيد الشخصي إنه ربنا يتوفاني وهو راضي عني. الأخلاق، إنه أشوف جيل متمكن من العلم وعنده أهداف يسويها ويعمر ونشوف الوطن العربي بأفضل وأحسن حال. الوقت بصراحة الله أعطاني أكثر من طموحي وأكثر من ما بحلم، فالحمد لله. الأخلاق على الصعيد الأمة، إنه ترجع الأمة مرة ثانية في الصدارة لأنها بتستاهل تكون أمة رقم واحد. هذا يعني بيكون قمة سعادتي يعني. فإن شاء الله ربنا يحققهم كلهم مع بعض يا رب. أهم شيء الأخلاق. طبعاً أهم شيء الأخلاق. أهم شيء الأخلاق.